وللحديث بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بحلقتنا لليوم بضيفنا الفنان فراس الصالح. سعد صباحك، أهلا يسعد وسهلا فيك. صباحك. صباح الخير أستاذ، أهلا يسعد وسهلا فيك. صباحك. هلا خلينا نبدأ من مجموع أعمالك هذا العام. كنت عم تقلي قبل شوي إنه كان لك مشاركات كتير كبيرة. بس فراس، قبل ما ندخل معك بالتفاصيل وبالمشاريع وبالأعمال، خلينا نتابع مع مشاهد لحضرتك من مختلف أعمالك، منشوفها سوا ونرجع. أنا نعم، أنا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر، عامل لهم معسكر هنا في سوريا. آسف أستاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا، شافونا ابو القاسم ولا شافونا ابو حسين ولا شافونا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو